أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: أنا أحب المدينة وأرغب في سكناها، وأرغب إذا مت أن يدفنني أهلي في المدينة، وأريد أن أوصي أقاربي بدفني في المدينة، وسوف أجعل مبلغا من المال لتيسير نقلي من الرياض إليها، هل عملي هذا صحيح؟ لا ينفعك إلا عملك أين مكان دفنت فيه من الأرض، لا ينفعك إلا عملك، وهذا تكلف، هذا تكلف. المسلم يدفن في المكان الذي مات فيه مع المسلمين في مقابر المسلمين، ولا يتكلف النقل إلى المدينة أو إلى غيرها، ويظن أن هذا يزيد في عمله، ما له إلا عمله. فلو مات في المدينة ودفن في المدينة وهو على عمل سيء لم ينفعه كونه في المدينة، ولو دفن في المشرق أو المغرب وهو على عمل صالح فإن ذلك لا يضره. فليس للميت إلا عمله، ولا أرى التكلف هذا. نعم.